وكلمة التي حقيقة تشق ظلام الهم وتقطع الغم أن تقول في ظلمة الليل يا رب. وإذا قلت يا رب أبواب السماء لها قرع بندائك، تقرع باب السماء بيا رب، تظهر ضعفك، تغرورق عينك بدمعة، تتفاءل أن الله سيغير الحال، تعرف أنه لا ينفع إلا هو ولا يضر إلا هو، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا ضاقت وصرت تنفس من ثقب إبرة قل يا رب، وضع جبينك على الأرض وناج ربي وقل يا رب آمنت بك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، ولا ملتجأ ولا منجا منك إلا إليك. والله أنت تشقق ستر الهم كلها، قل يا رب. لذلك جميل، لاحظ أنا لاحظت يوم بدأ أبو منتصر بقصيدة أبي نواس عندما قال يا رب، وجدت حقيقة تأثر من كلمة يا رب فقط. يا شيخ أنا تنادي من؟ تنادي مخلوق؟ يا أخي ما عجزت وما مليت من طق بيبان المخلوقين؟ يا أخي طقينا البيبان وزدنا ذل، وطقينا البيبان ولا فتحت، ورجينا من أبو فلان ولا عطانا، وقلنا يا دكتور اذهل الدكتور مات قبل ما يعالجنا، وقلنا للغني ولانه مفتقر، وقلنا للولد رحم ولا رحم، باقي أرحم الراحمين أين أنت عن بابه؟ يا أخي انكسر بين يديه، والله إن الله إذا علم إقبال قلب عبده إليه يعطيه ما يدهش عقله.